سقوط الولايات المتحدة مكتوب في سفر الرؤية من 2000 سنة، لأن الحرب اللي بتحصل بين إسرائيل وإيران هتجمع وتجيب أمريكا والاتحاد الأوروبي لدعم إسرائيل، وروسيا والصين لدعم إيران، وهتكون حرب هرمجدون الأخيرة، والحرب دي هتكون نووية عظيمة من هول غبارها، الشمس هتختفي والقمر هيخفي ضوءه. مكتوب بالنص: سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس. مكتوب كده عن الولايات المتحدة، بيمثلها انها بابل العظيمة. ليه؟ بابل دي كانت المملكة المسيطرة على كل الارض في العصر ده، الروح اللي في بابل ده موجود دلوقتي في الولايات المتحدة الامريكية، وهي هتلاقيها برضو محتلة العراق، منطقة بابل. فبيقول لك سقطت بابل العظيمة كناية عن الولايات المتحدة الامريكية. وبيقول لك ايه؟ لان من خمر غضب زناها قد شرب جميع الامم، يعني هي علمت كل الشعوب والامم ازاي يبتعدوا عن الله ويرتدوا عن الله، زي ما انت عارف هي عملت الانترنت، عملت السلاح، كل نقطة دم بتتسفك في الارض بسبب الولايات المتحدة الامريكية. بيقول لك: وقد شرب جميع الامم وملوك الارض وزنوا معها، والتجار الارض استغنوا من وفرة نعيمها. بص الملاك بيقول كده في الصفحة 18 من سفر الرؤيا في نهايات الاخر 7 سنين في الارض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. بيقول لك: ثم سمعت صوتا اخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها ولئلا تاخذوا من ضربتها. هيجتمعوا على المطارات، كل واحد عايز يرجع لارض ميلاده في الولايات المتحده الامريكيه في اليوم الخراب الكبير، يوم الفوضى. فهنا الله بيقول لهم: اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها لئلا تاخذوا من ضربتها، لان خطاياها لحقت السماء وتذكر الله اسمها. جازوها كما هي ايضا جازتكم وضاعفوا لها ضعف النظير اعمالها، في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفين. ده الملاك بيتكلم. من اجل ذلك في يوم واحد ستأتي ضربتها موت وحزن وجوع، وتحرق بالنار، لان الرب الاله الذي يدينها هو قوي. بيتكلم كده عن الولايات المتحدة الامريكية في حرب هرمجدون الكبيرة. وسيبكوا يا نوح عليها ملوك الارض الذين زنوا معها وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها وكفيه من بعيد لأجل خوف عذابها، قائلين: ويل ويل للمدينة العظيمة، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك، ويبكي تجار الأرض وينوحون عليها لأن بضاعتهم لا يشتريها أحد فيما بعد. بص الكلام بيقول لك إيه؟ لأن في ساعة واحدة خرب غنى مثل كل هذا، يعني الغنى ده كله في ساعة واحدة. بيتنبأ عن ضربة نووية هتصيب الولايات المتحدة الأمريكية من روسيا والصين بالنص. وصرخوا إذ نظروا دخان حريقها قائلين: أي مدينة مثل المدينة العظيمة؟ وألقوا ترابا على رؤوسهم وصرخوا باكين ونائحين قائلين: ويل ويل المدينة العظيمة التي فيها استغنى جميع الذين لهم سفن في البحر ومن نفائسها، لأنه في ساعة واحدة خربت. افرحي لها أيتها السماء والرسل والقديسين والأنبياء، لأن الرب قد دانها دينونتكم. يعني الله جاب حق الناس الصديقين والأنبياء من الولايات المتحدة الأمريكية لأنها نشرت الفساد في الأرض، ودلوقتي هتيجي ساعة سقوطها بسبب الحرب اللي بتحصل بين إسرائيل وإيران. زي ما قلت لك الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هيجوا لدعم إسرائيل، وروسيا والصين لهم ماجوج ومأجوج هيجوا على طول نهر الفرات لدعم إيران، والشرق الأوسط هيتقسم نصين، وهتحصل حرب نووية الأولى الكبرى، وهتتحقق النبوة دي. تكملة النبوة بقى بتقول لك ايه؟ ورفع ملاك واحد فوقه حجر كحجر رحي عظيم ورماه في البحر قائلا: هكذا بدفع سترمى المدينة العظيمة ولم توجد فيما بعد. شوف بقى، وصوت الضاربين بالكسرات والمغنين والمزمرين لم يوجدوا فيما بعد، وكل صنع صناعة لن يوجد فيك فيما بعد، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وإذ بسحرك ضللت جميع الأمم، وفيك يوجد دم أنبياء وقديسين وجميع من قتل على الأرض. بيقول كده الملاك على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هي بتصنع السلاح، فبيقول لها كل نقطة دم سفكت على الأرض بسببك، لأن أنت اللي صانع السلاح ده وأنت اللي بتنشر الحروب في الأرض. من هنا بقى الله هينزل على السحاب بمجد وجبروت عظيم علشان ينهي العالم في الحرب العالمية الثالثة، وهيلم كل المؤمنين بيه من كل الارض ويديهم الملك على كل الارض. اما الناس اللي رفضوه هيطرحهم في الظلمات. فالوقت قريب، لانه بيقول لك: ثم رايت السماء مفتوحه واذ فرس ابيض والجالس عليه يدعى امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب، وعينيه كلهيب نار وعلى راسه تيجان كثيره وله اسم مكتوب ليس احد يعرفه الا هو. ده الله بنفسه هينزل على السحاب علشان يدين كل البشر في الحرب العالميه الثالثه. الوقت قريب، النبوات دي بمجرد ما انت سمعتها بتتفعل دلوقتي. احنا في الايام الاخيره. يا بخت كل من دخل فلك نوح الثاني وامن بالله واعترف بالسيد المسيح هينول الحياه الابديه، ويا ويل كل من رفض السيد المسيح
ورفض التوبة لن ينال الحياة الأبدية. الوقت قريب، الحكاية مش نهاية العالم، الحكاية فيها سماء ونار. استعدوا استعدوا للقاء إلهكم، والكلام المطلوب إن أقوله قلته.